أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذه الحلقات التي نعرض فيها لبعض الكتب. في هذه الليلة سنعرض لكتاب هو يمكن تسميته بكتاب الجوائز العالمية، حيث حصل هذا الكتاب على جائزة البوليتزر عام 2017، حصل على جائزة بن الأمريكية، حصل على جائزة الكتاب الأجنبي في فرنسا. هذا الكتاب هو كتاب العودة لهشام مطر. هشام مطر هو أحد الكتاب الليبيين الذين انطلقوا للعالمية مباشرة مع صدور أول كتاب له. هشام مطر هو أحد الليبيين الذين كبروا في الخارج في المنفى ودرسوا هناك وتعلم وبدأ الكتابة هنالك أيضا. هشام مطر غادر ليبيا وهو في 8 سنوات ليعيش في بريطانيا في لندن بالتحديد، ليدرس هناك وليتخرج وأيضا ليبدأ الكتابة، ليبدأ محاولات الأولى في الكتابة. هشام مطر كغيره من الكثير من الليبيين أو من العائلات الليبية التي اضطرت للعيش في المنفى مبكرا، والهجرة الأولى أو هجرته هو وأسرته الأولى كانت كما قلت وعمره 8 سنوات، أي أن بالنسبة له الوطن ليبيا يحتفظ به في ذاكرة طفولته، وأعتقد أنه قدم ذلك وعبر عن ذلك في روايته الأولى في بلاد الرجال. هشام مطر في هذه الرواية يروي سيرة العودة إلى الوطن، العودة إلى ليبيا، هذا الوطن الذي لا يحمل عنه إلا شيئين هامين، وهو ذاكرة الطفولة عاشت في هذا الوطن لثمان سنوات فقط أو 8 سنوات فقط، يعني غادره 8 سنوات، يعني ربما لا يعي منا إلا القليل جدا لأنها صور فقط. هذا أولا. ثاني هو البحث عن والده المفقود منذ فترة طويلة ومجهول المصير، ما الذي حدث لوالده. في هذه الرواية والتي تبدأ من إعلان عن قيام رحلة الطائرة من القاهرة إلى بنغازي، وفي هذه الرحلة سيعود هشام إلى وطنه بعد 30 عام من الغربة أو المعيشة في المنفى أو في الخارج. هشام مطر ارتبطت قضيته الأساسية في كل أعماله تقريبا بالبحث عن الأب المفقود، حيث أن هشام فقد والده وهو في 19 من عمره، حيث كان والده في البداية يعني كان يعمل بالدولة الليبية، ثم بعد ذلك انشق عن الدولة وأصبح أحد المعارضين، ليخطف من مصر من قبل المخابرات الليبية ويعود إلى ويعاد إلى ليبيا، ثم يفقد ويجهل مصيره، ما الذي حدث له، إن كان قد قتل، أين جثمانه، أين قبره، كل هذه المسائل ظلت تؤرق هذا الطفل ثم الشاب ثم الكاتب، وقام بالكثير من الرحلات، كثير من المقابلات قبل هذا للبحث عن والده. طبعا هذه الرحلة أو رحلة العودة التي يركب فيها هشام مطر الطائرة من القاهرة إلى بنغازي، كما قلت هي حدثت بعد 33 سنة من الغياب عن ليبيا، أيضا أتت بعد فترة طويلة من فقدان والده أو اختفاء والده، وأعتقد أنه هو ظل كما قلت هذا هو المحور الأساسي لأعمال هشام مطر، البحث عن الأب المفقود. في هذه الرواية يعني تتداعى كثير من الصور عن ليبيا، عن الأب، عن إلى آخره، وأيضا محاولات اليائسة للبحث عن هذا الأب ومصير هذا الأب. الأب الذي كما قلت اختطف من مصر واختفى بعد ذلك في ليبيا، يحاول هشام عبر هذه الرحلة ورحلة العودة أن يفتش
عن أي دليل أو عن أي إشارة إلى مصير والده، إلى أين يعني من قتل، أين جثمانه، أين قبره. فيقابل الكثيرين من رفاق الوالد بعد وصوله إلى ليبيا، وطبعا هذا تم بعد 2011 أي بعد قيام الثورة وسقوط نظام القدافي. من طبعا والد هشام كما قلت كان أحد المعارضين للنظام، ولذلك وعمل بالمعارضة لسنوات طويلة. طبعا والد هشام كما يسرد هشام عنا أنه كان طبعا أحد المتعلمين الليبيين، أحد المؤهلين اللي كانوا قد استبشروا في بداية انقلاب سبتمبر بأن الأمور ستسير على ما يرام وأن البلد ستكون في طريقها إلى التحسن. ولكن سريعا يكتشف الوالد كما اكتشف جيل كامل تقريبا أن يعني الوضع لن يكون كما ينبغي له أن يكون، بل أن الوضع سيسوء أكثر في ظل هذا النظام الجديد. فيعارض هذا النظام، يبدأ يعمل بالمعارضة كمعارض عفوا كمعارض للنظام الليبي، وكانت هذه المعارضة تتم من الخارج في يعني بنشاطات مختلفة بالاجتماعات باللقاءات إلى آخره، كما عانى كل المنفيين الليبيين والمعارضة الليبية في ذلك الوقت. هشام مطر في هذه الرواية طبعا لا يعتر على أي إشارة إلى وجود إلى مصير والدة إلا بعض المقابلات، ومنها مقابلة مع أحد أعمامه واللي كان سجين أيضا في سجن بوسليم، يشير إلى أن أو اعتقاد إلى أن والده قد يكون أحد ضحايا مجزرة سجن بوسليم، وأنه قد قتل هنالك. وطبعا جثامين الضحايا فقدت بالكامل أو ذوبت كما يقال. لكن في هذه الرحلة يكتشف هشام مطر أيضا جوانب أخرى لوالده كاهتمامه الأدبي، فلم يكن يعرف أن لوالده هذا الاهتمام الأدبي. يكتشف أنه كان يقول الشعر. أيضا يكتشف شخصية أخرى وهي شخص قريبة من والده، وهي شخصية عمه ذو الاهتمامات الثقافية والأدبية. ويكتشف أيضا جوانب أخرى في المجتمع الليبي، إلا أن هذه العودة بقدر ما تضيء بعض الجوانب بالنسبة على ليبيا في ذهن هشام مطر، إلا أن تصيب بخيبة كبيرة جدا في أن حتى بعد هذا التغيير وبعد هذه الثورة ثورة فبراير، فإن مصير البلاد لا يبدو كما ينبغي، بل لا يبشر بخير كما يشير هشام مطر. هنا هشام لابد يجد نفسه لابد أن يعود إلى منفاه الذي صار وطنه، أن يعود إلى لندن، إلى أوروبا، إلى العالم الآخر، ويظل في رحلة وتستمر رحلة بحثه عن الأب، عن الوطن يعني، وتظل مشروعه الأدبي إلهام جدا. في هذه الرواية يبدو هشام مطر الكاتب العالمي الكبير المتمكن من أدواته، الذي يكتب رواية حديثة، رواية يعني فيها كل أساليب التكنيك الحديث، فيها التمكن من هذه الأساليب، أيضا فيها هذا العمق الإنساني، العمق أيضا الأدبي والثقافي. كتاب العودة لهشام مطر، واللي زي ما قلت أخذ الكثير من الجوائز العالمية ويعتبر من الكتب العالمية الهامة الآن، يعتبر مساهمة ليبية هامة جدا في الأدب العالمي في هذا العصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.